عشان نعرف أكتر عن هذا المشروع تعالوا نشوف تقرير ونرجع تاني في البيت الكبير. يشرفني ويسعدني أن يكون معكم النهاردة في هذا اليوم الخاص خالص بالنسبة لنا. بعدين لو سمحتوا لي باللغة الإنجليزية. إنها فرصة سانحة طبعا لكافة الراغبين في تطوير أنفسهم في مجال الرياضة ليتعلموا كيف تكون الرياضة في سياق تربوي خاص ومتميز. وبالنسبة للجامعة الأمريكية وبالنسبة لكافة كلياتها المعتمدة حول العالم أني أعلم جيدا أنها فرصة فعلا ليس لها مثيل لأن نتعاون مع نادي القرن لنعمل يدا في سياق من التعاون بين الأهلي وهو بالفعل نادي رياضي رائد في مجال الرياضة في كافة أنواعها وطبعا الجامعة الأمريكية التي تضم 4000 جامعة أمريكية حول العالم ولكن ليس لها سوى جامعة واحدة فريدة وفعلا رائدة في مجال التعليم الحديث في مصر. إنني بالفعل فخور لأن أكون اليوم ضمن هذا المشروع الرائع يدا بيد مع كابتن محمود الخطيب في تعاون وثيق وطيد ورائع. شكرا لكم لتعطي تلك الفرصة. واحنا بنفكر ان احنا نقدم يعني نتقدم ل خدمة النادي الأهلي. فكرنا كمجموعة مجلس إدارة فكرنا كلنا مع بعض قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام وإلزام أمام الجميع إن إحنا إزاي نخدم النادي الأهلي ونخدم المجتمع ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي لا دور تنموي ودور مجتمعي. عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا لان التعاون في التعليم كان ضمن اهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الاهلي. والنهاردة بنحقق هذا الامر الحمد لله. وبرضو كنا بنكلف كل الزملاء اعضاء مجلس الإدارة كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه. كنا كلفنا من البدايه المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الامر الى ان يتم النهارده هذا الموضوع. النهارده النادي الاهلي كيان كبير جدا، الجامعه الامريكيه كيان تعليمي كبير جدا. التعاون بينهم اكيد ان شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الأهلي النهاردة بصفته الرياضية احنا بنتفق دلوقتي او بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون. النادي الأهلي فيه شهادة الأهلي التعليمية، الشهادة اللي هي شهادة في الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا. ازاي بتدير مؤسسة كبيرة، ازاي يكون عندك نوع من انواع الفكر التسويقي، الفكر التمويلي. إدارة المنشآت الرياضية محتاجة خبرات كبيرة، محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد، النادي الأهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الأمريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا. ازاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع ان هو او طبعا اشخاص كتير ان شاء الله يستطيع ان هم يعني يفيدوا بتطور عالمي، يفيدوا في كيفية ادارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده امر اعتقد ان هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية. امر اعتقد ان هو
يعني يفخر بيه النادي الاهلي واعضائه، ان كل واحد فيهم النهارده بيحس فعلا ان احنا متجهين اتجاه اخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات، لكن بنسعى كمان جدا لان احنا نشارك في تطوير الانسان. اهم حاجه عندنا الانسان او المواطن، ده مهم جدا جدا ان احنا كل مؤسسه رياضيه او غير رياضيه تستطيع ان تقدم شيء للمواطن المصري يا ريت تقدمه، لان احنا في النهايه ده كله ده هيجتمع في النهايه لتطور بلدنا باذن الله، وده الامر اللي احنا بننهجه جميعا او نتمناه جميعا باذن الله. لفت نظر الجملة اللي قالها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في الجملة اللي قالها إلزام والتزام في إزاي نخدم النادي. النهاردة بيتم خدمة النادي الأهلي على جميع المستويات في جميع الملفات بالتوازي، يعني ما فيش مثلا عندك ملف على حساب ملف النهاردة، لا أصلا ملف الكورة أهم عندي من المشروعات مثلا الإنشائية، مثلا ما فيش المشروعات الإنشائية مش جاية على حساب النهاردة. بنتكلم على مشروع دراسي كبير جدا، والحقيقة المشروع ده زي ما سمعنا يعني له مكاسب كتيرة ونقلة كبيرة. أفتكر الفترة اللي جاية ما أفتكرش أنه في نادي في مصر قام بيها قبل كده، النهاردة يقوم بها النادي الأهلي الرائد دائما زي ما بنقول في كل تطور وفي كل شيء جديد الحقيقة بيحصل النهاردة في مجال الرياضة. علشان كمان نعرف حضراتكم أكبر يعني بشكل أكبر إيه اللي هيحصل، اللي هيحصل إنه النهاردة في برنامج الدراسة ده أو برنامج الدراسة اللي بيقدموه النهاردة، بروتوكول التعاون ما بين نادي الأهلي والجامعة الأمريكية. البرنامج ده هيكون باللغة الإنجليزية في صورته الأولية، ده بالنسبة للمرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي، بيمثل بداية لمجموعة من البرامج المتتالية بعد كده اللي هتتناول المواضيع الخاصة بالإدارة بصورة عامة. عندك شرح لعلم النفس الرياضي، ايه هو علم النفس الرياضي؟ دايما بنقول العوامل النفسية، العامل النفسي، ايه التسويق الرياضي كمان؟ المفروض انه البرنامج ده برنامج الدراسة في مشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي، هينطلق ان شاء الله خلال اشهر، يعني بنتكلم في سبتمبر تقريبا اللي جاي بعد رمضان على طول، ووفقا للموعد المحدد ليه هيتم فتح باب التقدم عبر الموقع الخاص بالجامعة الأمريكية في منتصف يونيو اللي جاي. أكيد هنبلغ هنا حضراتكم بالمواعيد. الدارسين في البرنامج ده في مشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي هيحصلوا على إيه النهاردة؟ هيحصلوا على شهادات معتمدة من الجامعة الأمريكية، هتبدأ ببرامج قصيرة لدبلومة لماجستير في مرحلة لاحقة. فالنهاردة مهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة واللي على عاتقه طبعا أو المسؤول عن الملف ده، كان بيتكلم في أنه العمل على إنجاز البرنامج التعليمي وشهادة الأهلي في الإدارة الرياضية تم طبعا وفقا لتوجيهات الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة طبعا، في إطار زي ما بنتكلم دايما هنا دور الأهلي في خدمة أعضاء وفي خدمة جماهيره كل فئات المجتمع المصري. النهاردة أي جمهور طبعا جمهور النادي الأهلي والجماهير العظيمة دي فيها أن هي تتقدم وتحصل على الشهادة دي وتدرس وفقا للبرنامج. النهاردة دكتور سراج كان بيتكلم بيقول أنه شهادة الأهلي في الإدارة الرياضية إضافة للمجتمع المصري بشكل عام من خلال محتوى تعليمي شامل هيقدم يعني بيخدم كل جوانب الرياضة. قال كمان إن هيكون في عائد استثماري كبير للنادي الأهلي في المرحلة اللي جاية بالرغم من تقديم الدعم الدارسين من أبناء النادي الأهلي، سواء بقى بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم أعضاء، عاملين، جماهير الأهلوية، هيتم تخفيض يعني تخفيض الرسوم وده هيتيح ليهم الحصول على شهادة الأهلي للتعليم الرياضي.